السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي ندوي على الواي فاي، معلومه جديده. هذه المعلومه هذه فايت لي هضرت عليها شحال هذا شي 6 شهور دابا، واحد الفيديو قديم قلت انا غادي نهضر عليها في هذا الفيديو هذا. ماشي في الفيديو القديم، غادي نشوف هذا الفيديو هذا. كما شفتوا عندي هنا جوج ديال الواي فاي، كاين ديال انوي ادار ديو وكاين ديال اديسيل اتصالات المغرب. فوالا هذا ديال انوي، ها هو شفتوا هذا انوي ادار ديو، هذا اديسيل مواقع تيليكوم، اديسيل اتصالات المغرب. ها هو شوفوا كما شفتوا في العنوان، شكون اللي حسن؟ واش واي فاي متنقل او غير متنقل؟ هذا الواي فاي هذا متنقل، هذا غير متنقل. باش نشرح لك متنقل غير متنقل. متنقل هو الواي فاي اللي كدي معاك فين ما بغيتي، كصغير الخيط باش كيخدم كتركب في البريز وكدي معاك فين ما بغيتي تخدمه في اي بلاصه فيها الضوء. هذا الواي فاي هذا غير متنقل، هذا اللي كتجي الشركه كتصيبو لك في الدار كتصيب لك الخيط ديالو، زعما تقدرش تزمك وتدي معاك فين ما بغيتي، هذا كتقدر دي معاك فين ما بغيتي وتخدم به. كما شفتوا في العنوان شكون اللي حسن، وعلاش بالضبط اختاريت واي فاي متنقل اللي هو هذا الواي فاي هذا ديالي، علاش انا بالضبط شريت هذا؟ وهذا الواي فاي هذا بلا كونترا، هذا يمكن بالكونترا، هذا ماشي ديال السيد اللي معايا، هذا يمكن ما عرفتش دايرو بالكونترا، يمكن دايرو بالكونترا واقيلا. فوالا معكم غادي نكمل الفيديو حتى الاخر، الفيديو غادي يكون صغير ما يكونش شي فيديو كبير بزاف. يعني عندي شي جزء كيخسر شي ديالو فيسيب لها مساج في الانستغرام ولا فيسبوك، كنحطهم لكم في الديسكريبسيون ونحطو لي كومنتير لتحت. فوالا هنا واي فاي حسن، واش واي فاي متنقل ديال انوي ادار ديو ولا واي فاي غير متنقل اديسيل اتصالات المغرب، شكون اللي حسن؟ الواي فاي اللي حسن في هاد الجوج هادو هو الواي فاي متنقل ديال انوي ادار ديو. هادشي من تجربه، ماشي غير كنهضر، من تجربه. اي حاجه فاش كنجي نشارك معكم في اليوتيوب راه كتكون من تجربه، او السوشيال ميديا بصفه عامه، ستوريات فيسبوك الانستغرام المهم في واتساب كلشي، اي حاجه كنبارطاجيها من في السوشيال ميديا كتكون من تجربه. هاد الواي فاي هذا احسن من هذا ب 1000 درجه، واي فاي متنقل. علاش بالضبط اختاريت هذا؟ لانه كنت خديتو بلا كونترا باش نقدر نوقفو وقت ما بغيت، في الاخر ما وقفت ما والو، مازال خليت بحال كي خدام داك الشركه ما بقيتش وقفت شحال هادي حتى الشركه بلوكاو ليا النمره. حاجه اخرى انه هاد الواي فاي تقدر ديماك فين ما بغيتي، ماشي داك الواي فاي اللي كتجي الشركه تصيب ليه في الدار وخصو يكون ضروري في الدار، باش تكون هذا خصك ضروري تكون في الدار. هذا كنقدر انني نديمها فين ما بغيت، كنديمها الخيط ديالو كنخدمو فين ما بغيت. وحاجه اخرى كنحيد ديك الكارطه اللي كتكون هنايا، كنحيدها انا وكنركبها في التليفون وكنديها معاه وكيخدم ليا وكتخدم ليا الكونيكسيون. فوالا هادو من بين الازمه اللي خلاني انني نختار هذا، انه بلا كونترا. وحاجه اخرى انا كندي معاك فين ما بغيتي. هاد الواي فاي هذا عيان ثقيل لواحد الدرجه اللي بزاف عيان، بعض المرات كيتبلوكا كاع الكونيكسيون، كتبلوكا كتحبس كيشدك كيشتغل لايك كيما هادوك اللي كيلعبوا فري فاير فاش تيقول لك شادني لايك، لكن كيبقى الواي فاي هذا كيتكوانس صافي ثقيل بزاف بزاف. هذا اديسيل ديال اتصالات المغرب، هو هذا اديسيل ديالين ديال اتصالات المغرب، ماشي كاع واي فاي ديال اتصالات خايبين، ما هضرتش انا كاع واي فاي ديال اتصالات خايبين، كاين واي فاي ديال اتصالات اللي واعرين اللي خفاف اللي واعرين، ولكن هذا النوع هذا ثقيل بزاف بزاف بزاف. لذا كنتي باغي تشري واي فاي شري هذا، المهم انت اللي بغيتي، انا تنقول لك شري من التجربه ديالي انا، شري هذا بلا كونترا، غاتشري بشي 700 درهم، هذا شريته بيا مات كورونا ب 700 درهم بلا كونترا، واي فاي متنقل كدير معاك فين ما بغيتي. لا ما تزيد 200 درهم 300 درهم ولا غير شي حاجه اللي بلا كونتر تقف فوق ما بغيتي كدير ما فين ما بغيتي، حسن ما تاخذ واحد 350 درهم ولا 300 درهم، هذا داير شي 300 درهم باش كتشري، خصك يبقى في الدار ثقيل ما تقدرش ديما فين ما بغيتي، داك الشيء علاش تقدروا تاخذوا هذا. وفي الاخر القرار كيبقى لكم انتم. فوالا هذا ما كان في الفيديو ديالي، انا بسطت لكم هذا الشيء في الفيديو، فيديو صغير ماشي فيديو كبير بزاف. ديروا لك لا فيديو ابرو فلاشين تهلاو.